مشاهدينا الأخبار الثقافية مع هدى عزيرة، أهلا بك. مرحبا بك أنيسة، مساء الخير مشاهدينا الكرام في الأخبار الثقافية لنهار اليوم. إذا لطالما أعطت ثقافية نيوز اهتماما خاصا بالمسرح كونه أبو الفنون، وفي هذا الصدد رحبوا معي بضيفي لنهار اليوم السيد محمد شرشال، كاتب ومخرج مسرحي. مرحبا بك سيدي. يسلمك عيشك. إذا ومساعد المخرج عبد الفتاح عبد الحق. الله يسلمك. إذا مرحبا بكما. إذا لدينا الكثير من المواضيع التي سنتكلم فيها اليوم حول المسرح، لكن قبل ذلك سنوافي مشاهدينا الكرام بالأخبار الثقافية ثم نعود إليكما. إذا الديوان الوطني لحقوق المؤلف يكشف عن مشاريعه لسنة 2015. إذا نظم صبيحة اليوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ندوة صحفية تمحورت حول أعمال السنة الماضية بالإضافة إلى المشاريع المسطرة لسنة 2015. سمية شاحي كانت هناك وعدت لنا بهذا التقرير. بفيديو شامل أبرز محطات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للسنة الماضية، افتتح مدير الديوان سامي بن شيخ ندوته الصحفية الذي أرادها أن تكون لقاء تقييميا لسنة 2014 متطرقا لأهم المشاريع المسطرة سنة 2015. دونك احنا اخترنا هذه الطريقة عن طريق بعض من الصور وباش نديروا لمحه هكذا ريتروسبكتيف كما يقولوا حول سنه 2014، كل النشاطات اللي درناها في جميع الميادين. دونك المداخيل نتاع الديوان الوطني حقوق المؤلف 385 مليار سنتيم لسنه 2014. دور نتاع الديوان الوطني حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المهام الرئيسية نتاعو هي التسيير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جيستيون كوليكتيف. كما ركز مدير الديوان على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وإدماجها في المجال الثقافي الجزائري. احنا نمشيو الانترنت اولا باش نديرو الاتصال تاعنا وكومونيكي اولا، ولكن انترنت اليوم اصبح اكبر جهاز استغلال المصنفات، يعني عن طريق احنا خدمنا مع يوتيوب ولكن مازال فيسبوك، مازالوا كل يعني لي ريزو الاخرين اللي مازالهم موجودين وفيه موجود استغلال المصنفات. ويبقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في خدمة الابداع الادبي والفني. مشروع أدبي يكرس اللغة الأمازيغية. إذن أنيسة، كشف موقع المحافظة السامية للغة الأمازيغية عن مشروع أدبي هام تزامنا مع بداية السنة الأمازيغية. المشروع يتمثل في ترجمة 7 روايات عربية إلى اللغة الأمازيغية، حيث تم الانتهاء من ترجمة رواية الأسود يليق بك للروائية أحلام استغانمي، إضافة إلى رواية القلاع المتآكلة لمحمد ساري. ومن المقرر أن تترجم الروايات الخمس المتبقية خلال السنة الجارية. الترجمات ستصدر عن منشورات المحافظة السامية للغة الأمازيغية في الجزائر. المشروع الذي يعد سابقة في ميدان الترجمة يسعى لتكريس اللغة الأمازيغية. تونس تودع شاعرها رضا الخويني. إذا توفي أول أمس الاثنين الشاعر التونسي وصديق الثورة الجزائرية رضا الخويني عن عمر نهز 75 سنة. إذا أهم محطات الفنية لهذا الشاعر تأتيكم في هذا التقرير. ابن تونس الخضراء، صاحب القلم المعبر والكلمة الصادقة، صديق الثورة الجزائرية، إنه الشاعر رضا الخويني الذي ولد في 19 من شهر أفريل سنة 1940 بتونس. نشأ في عائلة فنية حيث كان شقيقه حمادي الخويني من أشهر عازفي الكمان. بدأ ينظم الشعر الغنائي منذ نعومة أظافره، فلقد كتب لعمالقة المطربين التونسيين على غرار علي الرياحي وهناء راشد والحبيب الشريف، وعمره لا يتجاوز 15 سنة. الخويني هذا الشاعر بالفطرة لطالما خدم الساحة الفنية التونسية، فلقد كان أحد مؤسسي الجمعية التونسية للملحنين وكتاب الأغاني عام 1968،
كما ساهم في إنشاء المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف، وكذا مهرجان الأغنية التونسية عام 1987، ليصطع نجمه بداية التسعينات بفرنسا من خلال بث بعض الإذاعات هناك لأغاني كتبها وأداها فنانون تونسيون مغتربون. الشاعر الراحل عرف بحبه للثورة الجزائرية، فلطالما أهدى لها الكثير من القصائد التي تغنى بها فنانون جزائريون وحتى تونسيون، على غرار أغنية أكتب يا تاريخ خلد يا زمان ودق طبول الفرح وقولوا يعيش شعب الجزائر وغيرها من الأغاني التي نبعت من قلبه. هذا الفنان الذي لم يغب عن الساحة الفنية طيلة 60 سنة، ها هو الموت يغيبه تاركا وراءه ما يزيد عن 3000 قصيدة غنائية وأثرا طيبا بالساحة الفنية المغاربية. إذا نعود إليك سيد محمد شرشال، البداية ستكون من الغياب الطويل عن خشبة المسرح، لماذا هجرت المسرح؟ يعني دوكا الآن أنا في المرحلة الحالية ماذا بيا ما نتكلمش على الماضي، لأنه يثير في نوع من الشجون والأحزان. أن الغياب كان قصري وما كانش إرادي. لم يكن هناك اختيار، كان قصري، والحمد لله كان فيه وجود التلفزيون، ولهذا التجأت إلى الكتابة التلفزيون. الغياب كان قصري، لماذا؟ لأني دفعت ثمن مواقفي بالنسبة للمستوى الحركة المسرحية آنذاك، ويعني ذنبي الوحيد أني قلت الحقيقة وقلت الصراحة من مفهومي الخاص طبعا، وقلت بأن المسرح الجزائري يعاني من الرداءة ويعاني من تدني في المستوى ويعاني من تمكن المتطفلين منه ويعاني من الفساد، وهذه التصريحات كلفتني الإبعاد وكلفتني. وأكيد محمد شرشال ما يعني ما ندمش على التصريحات ديالو. والله هذه مواقف، لأنه الإنسان وعلاش يندم على كلمة حق، على كلمة حقيقة، لأنه الهدف الأخير هو خدمة الجزائر. أكيد. وأنا نظن أن كنت نخدم في الجزائر، كنت نخدم في المسرح الجزائري من خلال مواقفي ومن خلال ما صرحت به، لأن كان هدفي نبني ماشي نهدم. ارتقاء بالمسرح. إذا العودة تاعك ستكون يوم غد بإذن الله بمسرحية فن الكوميديا، إذا نتحدث عنها. فن الكوميديا لإدواردو دي فيليبو. هو نص مقتبس. لماذا الاقتباس؟ دائما أطرح هذه الإشكالية، لماذا نقتبس ولا نأخذ نصوص أدبية جزائرية؟ لأني مؤمن بأن التراث العالمي ملك الجميع ونحن من الجميع، ولكن الأولى بالتراث الجزائري. لا، كتبت، عندي تجارب في التراث الجزائري، كتبت مثلا عويشة والحراس، كتبت ميلوديا، كتبت يعني كتبت التور، ولكن أحبب الأعمال العالمية لأن فيها نوع من النبل، فيها نوع من الجمالية اللي ما نقدرش نسمح في شكسبير، نسمح في موليير، نسمح كل الأمم تستفاد من هذه العمالقة، كل المسارح عندها في الريبرتوار نتاعها عناوين لهذه العمالقة، وعلاش الجزائر لا؟ بدون عقدة أتعامل مع كتاب عالميين. عفوا، إدواردو دي فيليبو أو نص فن الكوميديا نبقى دائما، لأنه لحد الآن حقيقة فيه نوع من الانفتاح. يعني مسؤولي القطاع الآن اتغضوا عن فكرة تهميش، عن فكرة الإقصاء، يعني يحاولوا الآن، هذه شهادة أيضا نشهدها، يعني يفتحوا الفضاءات للجميع حتى اللي خالفهم الرأي، وهذه نظن حاجة مليحة. أصبح تفتح على الرأي الآخر اليوم، على الرأي الآخر. وفن الكوميديا تطرح إشكالية نضالية أيضا، وهي اللي تطرح فكرة الاعتراف بالفنان. يعني هل هناك اليوم اعتراف بالفنان في الجزائر؟ هذا هو السؤال المطروح في مسرحية فن الكوميديا، هل الفنان وظيفته الحقيقية في المجتمع؟ هل كانت هناك يعني اقتباس المسرحية كان بطريقة تتلائم مع الظروف التي يعيشها الفنان اليوم في الجزائر؟ الظروف اللي كتب فيها إدواردو دي فيليبو لا تخت في نهاية القرن الماضي،
لا تختلف عن الظروف اللي يعيشها الفنان الجزائري الآن. نفس الشيء. ما هي ظروف الفنان الجزائري اليوم؟ غياب القانون الأساسي للفنان، استعمال الفنان كواجهة من أجل الاحتفالات فقط، معاناة الفنان الاجتماعية، كل هذه الأمور. ألا تخاف أن تكلفك غيابا آخر عن خشبة المسرح؟ والله أنا إنسان مؤمن، أنا لا أخشى، لأني إنسان ذات مبادئ. مؤمن بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله. أنا إنسان مؤمن، يعني أنا دائما في حياتي نقول باللي الخبز يعطيها ربي، الرزق الرزق يعطيها ربي ما يعطيهش الإنسان. ما يعني ونظن إذا كان حرمني ربي من 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 رزق ما فلحكمة. أنا يعني أنا نحاول نخدم ونحاول نكون وفي لأفكاري اللي نشوف فيها، ربما أنا خاطئ، ولكن نشوف باللي هذه أفكاري وش فيها كي راني نقول وتتحمل كل مسؤوليات اعترفوا بالفنان. وش فيها لما نقول باللي الفنان الجزائري ماهوش بحاجه الى كارت شيفا؟ ما كاش اللي يمرض في الجزائر، اللي يمرض في الجزائر يرفدوه جيرانه ويرفدوه خاوته ويرفدوه الفنان عائلته. الفنان الجزائري بحاجه الى ماذا؟ بحاجه الى اعتراف، بحاجه لان يكون كالطبيب كالمهندس كالمعلم، بحاجه الى اعتراف. كفانا ان يكون الفنان كمهرج الملك، نجيبوه هنا باش نزهاو به، باش يطبل، باش يشطحنا. اذا يعني نوافقك الراي ونعود نتكلموا على فنون الكوميديا اللي حتكون غدا، واللي حيكون فيها فتى عبد الرزاق او عبد الحق عفوا، اذا سيكون فيها مساعد مخرج، فنتحدث عن هذه التجربه وعن احتكاكك بمخرج كبير وعنده اسمه في الساحه المسرحيه وانت شاب. بون، هي اول لقاء كان من الاستاذ شرشار كان 2009 كمتربص، ويقول لك رب صدفة خير من ألف ميعاد. في 2009 كنت متمني لو كان نكون في عمل مع الأستاذ محمد شرشار، وجات الفرصة في نهاية 2014 أني كنت مساعد مخرج، خاصة وأن عرف باللي كملت تزاولت الدراسة ربع سنوات نقد مسرحي قسم الفنون، وزدت كملت سنتين ماستر إخراج مسرحي، ولهذا أعطاني فرصة باش تكون كتربص، يعني كيفاش راح يكون المخرج، كيفاش يتعامل مع الناس، كيفاش يتعامل مع الممثل، كيفاش يقدر يسايل العرض من خلال من فتره التدريبات حتى الوصول الى العرض. وكيف كان الاحتكاك؟ هل هو سلس معك؟ بالطبع في بعض الاحيان كانت صرامه، وهذا ونشكرها، لانه هذيك الصرامه هي اللي تخلي المخرج يكون كما يقول لك قادر، واش راح يفيد، واش راح يمد، واش راح كيفاش يتعامل مع الممثلين. أستاذ محمد، لماذا يعني فاتح وليس غيره؟ على أي أساس اخترته كمساعد مخرج؟ أولا لأني أؤمن بالكفاءات، أؤمن بأن أؤمن بال 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 بالمواهب الشابة كذلك. هو معروف يعني عنه أنه يعطي دائما فرصة للمواهب الشابة، هذا شيء مفروغ منه. أؤمن بالفنان الأكاديمي أيضا، اذا كان انا عنده ماستر في الاخراج، وحنا فيه مشكل حتى في التكوين في الجزائر، التكوين الفني في الجزائر فيه ما يقال عنه، ولكن انا لما تتعامل معايا عبد الحق في التربص شفت بعض الصفات اللي تخلي منه مخرج ناجح، ولكن لقيته ما يملكش ادوات ماديه، ادوات عمليه، لانه بحاجه الى دعم في جامعه وهران، ربما النظري طغى على الجانب التطبيقي وما فيش امور تطبيقيه. لما رحت لتيارت ودرت كاستينج مع هاد الناس، الاقرب اللي كان الى مهمه مساعد المخرج هو الانسان الاكاديمي، كان ثقة في الأول، ولكن نظن باللي كان في مستوى ثقة. إذا نتمنى له كل التوفيق. إذا نذكر فقط الجمهور أنه غدا ستكون عرض مسرحية فنون الكوميديا، والآن ننتقل إلى جولتنا الثقافية والفنية ثم نعود. بالأعمال الأدبية نبدأ جولتنا الثقافية والفنية، فالمؤرخ الجزائري عبد الرحمن بن عطية سيوقع آخر إصداراته والموسوم ب L'influence de l'Islam et des livres révélés بمكتبة الجهاد بالعاصمة هذا الخميس على الساعة 2:30 زوالا.
من الإبداعات الأدبية إلى إبداعات الفن السابع، فأنتم على مد مع الفيلم الوثائقي السينما الجزائرية، وأنا للمخرج العربي بن شيحة بالمركز الثقافي الفرنسي لولاية قسنطينة يوم الخميس 15 من جانفي على الساعة 5 مساء. الأغنية الوهرانية حاضرة معنا، فالمطرب الشاب كريم فيصل يضرب لكم موعدا بقاعة المجار بمناسبة صدور ألبومه الجديد يوم الخميس 15 من شهر جانفي ابتداء من الساعة 6 مساء. محبو الأفلام اليابانية، أنتم مدعوون لمشاهدة فيلم رئيس القطب الجنوبي والذي سيعرض بسفارة اليابان بالعاصمة يوم السبت 17 من شهر جانفي على الساعة 1:30 زوالا. بريشة الفنان جلال الصالحي نختتم هذه الجولة الثقافية والفنية، فأنتم مدعوون لزيارة معرضه برواق الفن عائشة حداد بالعاصمة إلى غاية 22 من الشهر الحالي. إذن عودة إليك سيدي. سيدي، فنتحدث عن مؤخرا تم عرض مسرحية شكسبير أملات في المسرح الوطني، فنتحدث عنها وعن هذا العرض واللي تلقى انتقاد من عدد كبير من المخرجين المسرحيين ورجال المسرح. والله أنا حتى أنا أصبت بخيبة أمل، لأني كنت أمام مسرح الجلوب، ومسرح الجلوب كنا يعرف مش كن مؤسس تاعه وهو ويليام شكسبير، وكنا نستناو هذا التراجيديا بفارغ الصبر، ولكني لقيت روحي امام عمل يعني بالنسبه لي سطحي. لماذا؟ لانه نظن الاخراج المعتمد في ان كل المسرحيه هي مسرح داخل مسرح، اللي لاحظناه في الاخر كان خطا كبير، لان فقدت العمل فقد النبل تاعو وفقد السيمة تاع التراجيديا شكسبيرية، وارجحنا من مش في الشخصيات لانهم بقاو ممثلين طول زمن المسرحيه، وهاملت ما بقاش هاملت بشخصيه مركبه تاعها، بقى ممثل في طول الشخصيه. ونذكر باللي في مسرحيه هاملت المسرح، تقنية المسرح داخل المسرح ليست في كل المسرحية، بل هي في مقطع وصول الممثلين إلى ألسينور، واللي هي في الحدث الرئيسي اللي يخلي كل شيء ينقلب، واللي يستعمل هاملة الخطة ثم المسرح، لكن استعمال المخرج على طول المسرحية كان خطأ جماليا أظن. إذن شيء مؤسف للمسرح البريطاني. نشكركم على قبولكم الدعوة، وعلى أمل أن يرتقي مستوى المسرح الجزائري. أستودعكم مشاهدينا الكرام، والعودة إليك أنيسة. شكرا لك هدى، شكرا لكم على قبولكم الدعوة. إذن مشاهدينا، بالموعد ثقافي نصل وإياكم لنهاية هذا الموعد الإخباري، والآن تذكرون بأبرز العناوين.